بيكم معانا حلقه جديده من عيش وملح، معاكم توتة مراد، وان شاء الله النهارده هنعمل وصفات سهله جدا. طبعا كلنا صايمين فربنا يصبرني انا وحبايبي اللي هنا في الكنترول على اللي هنعمله النهارده، وانا جايه عامله محشي وحمام في اليوم اللي احنا كلنا مش نعرف ندوق فيه. دليفري بقى، كل واحد ياخد ايه حمامته كده في ايده وياكلوها بالهنا ان شاء الله بعد اذان المغرب. طيب هنعمل النهارده وصفتين حلوين جدا، او ثلاث وصفات مش وصفتين. هنعمل حمام محشي بطريقه حلوه جدا. هو ممكن يكون مش كل الناس يعني متعوده بتاكله في العيد، بس انا واحده من الناس بحب جدا اعمله مش اول يوم العيد، بعمله ثاني يوم العيد، ده كده مقدس يعني، ثاني يوم العيد لازم نعمل حمام. فللناس اللي زيي هنعمل حمام بطريقه سهله جدا، ازاي نطلع الرز لونه غامق ومفلفل كده وجميل ونظبط كل التفاصيل. طيب تعالوا نشوف المقادير. معايا جوز حمام، وما تنقوش الحمامه كبيره قوي ولا صغيره قوي، يعني حجمها وسط عشان تبقى مسكره كده ولحمها حلو. كوبايتين من الرز، بصله مبشوره، ملح وفلفل، ومعايا شويه قرفه وبهارات لحمه، وكبد وقوانص، ومتقطعه صغنن تمام صغير خالص، يا اما بتاعه الحمامه يا اما انا بضيف بقى حاجه، ان انا بجيب كبد وقوانص بتاعه الفراخ وبقطعها صغنن خالص، بتبقى تحفه لو انتوا حابين يعني تزودوا، ان هي الحماميه اصلا بتبقى كبد وقوانص بتاعتها قد كده، فانا بزود بقى شويه من كبد وقوانص بتاعه الفراخ. ومعايا شويه سمنه، بس انا بس ناقصني يا شباب هنا بهارات اللحمه، يعني معايا القرفه لكن بهارات اللحمه مش عندي، فاستاذنكم بس ايه حبايبي كده يدخلوها لي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. طيب انا عندي النار او الحله سخنه قوي قوي عشان على طول الحاجه تشكشك وتطلع زي الفل. جربوا بقى المقادير بتاعه الخلطه بتاعه حشو الحمامه دي، تبقى حلوه جدا، تبقى مميزه، وطعم الرز بيبقى متبهر، توابل بسيطه بس الكميات بتفرق. طب تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه ننزل بالسمنه الاول، معايا حته سمنه بلدي كده حلوه اهي، مع شويه زيت. طبعا شايفين السخونه، انا قصدي عشان الموضوع ينجز معايا، يبقى حطيت شويه سمنه بلدي وانزل بالبصله. كل ما غمقتي البصله كل ما غمقت لك لون الرز. نظبط الملح طبعا، ادي ملح، مش هحط فلفل دلوقتي. يعني دايما بنقول هو الرز بتاع الحمام ازاي بيبقى لونه غامق، الرزايه بتبقى غامقه مش فاتحه، ده من درجة تحمير البصل. كل ما حمرتي البصل ووصلتيه للون ذهبي غامق، كل ما غمق لي لون الرز، زي ما بنعمل كده في الصيادية أو في رز السمك، بنخلي البصل يدخل في لون مش يتحرق، يدخل في درجة تحمير ذهبي غامق عشان يديني رز غامق. فنفس الفكرة في الحشو بتاع الحمام النهاردة. شايفين بنقلب واحدة واحدة لحد ما يبتدي يغمق معايا، مش يتحرق، عشان لو اتحرق هيمرر يبقى اكله كلها باظت، واحنا جايبين حمام فمش عايزين ايه نعمل حاجه تعمل لنا مشكله. اهو شايفين بفضل اشوح فيه، ما بحطش ولا فلفل ولا توابل دلوقتي. ليه؟ انا لو حطيت دلوقتي اي توابل تغير لي اللون بتاع البصل، مش هعرف البصل وصل لانهي درجه، يعني لازم تدريجيا كده. انا بشوحه والنار عاليه جدا زي ما شفتوا، اول ما نزلت البصل شكشكت على طول، فبالتالي لو رحت انا نزلت اي توابل، لو خدتوا بالكم انا حطيت ملح بس، لو حطيت اي توابل هتلاقي ان انا ما بقتش عارفه، طب هي البصله اغمقت، طب هي كده اتحمرت مظبوط، طب هي كده لونها حلو، فبمنزلش بالتوابل دلوقتي خالص. كل ما غمقتي كل ما اداني لون حلو. نجيب كده ايه فوطه او الماستك عشان ايه الحل. نشرح طبعا كل حاجه، كل ما يخص الحمام في الحلقه دي، يعني ازاي ما يفرقعش في الميه اثناء السلق، ازاي احمره واخد لون زي بتاع الاعلانات. بنلاقي دايما الحمام في الاعلانات، الحمام قلبزه كده وجلدها مشدود وبتلمع واخده لون ذهبي حلو جدا. هنشرح كل حاجه ان شاء الله مع بعض، واقول لكم تريك كده صغيره هتخلي الحمام لونه ذهبي ولونه موحد. فيعني بصوا الحلقه النهارده كل عشاق الحمام. شايفين البصلايه؟ لا لسه عندي لون فاتح. كمل كده تشويح لحد ما تغمق اهي، بفضل اقلب فيه بس ونار عاليه عشان ما يتحرقش من ناحيه وناحيه، لا يعني لما يبتدي ياخد لون ممكن بقى بهر، هدي شويه القرفه، هدي شويه بهارات اللحمه، هدي مثلا ممكن تدي شويه قرنفل برده بيبقى حلو، بس هو الاساس بتاعي عموما في الحمام ملح فلفل اسود كتير، يعني ممكن مثلا الحمامتين دول ناخد حوالي معلقه صغيره مليانه هرميه من الفلفل الاسود. هتقولوا هيبقى حامي خالص، ده هو حلاوته الفلفل الاسود الكتير والبصل الكتير. اهو لسه زي ما احنا شغالين، ممكن هي مرحله رخمه شويه تاخد وقت بس عشان اخد كمان نتيجه اهي. ممكن نحط ايه تاني؟ ممكن نحط مثلا
حبهان، بس الحشوه دي عموما اساسها بصل سمنه بلدي او بصل متشوح سمنه بلدي، ملح وفلفل وشويه قرفه وبهارات لحمه. ممكن بهارات اللحمه على فكره ما تحطهاش، بس هي بتدي طعم حلو. لكن الاساس عندي اللي هو البيك بوست بتاع الوصفه هو الفلفل الاسود. ممكن بقى ازود، انا عايزه الفلفل، عايزه بهارات اللحمه، والميه كده كده غليت عندي، هنطلع حله بس نشوح دي الاول اهو. ممكن بقى في المرحله دي ابتدي ازود القرفه طالما البصل عندي ابتدى يلون، بس انتوا غمقوه كمان عن كده يعني لو تقدروا، لا غمقوه سن عن كده عشان يديني لون الرز غامق. استنى كده كده لسه هنزل بالقوانص فهتاخد تشويحه حلو، وانزل بالقوانص. طبعا القوانص بنزلها الاول بس متقطعه صغير ازاي، مش تاخد وقت خالص. والفلفل الاسود بقى، بصوا قد ايه فلفل اسود، محدش يقولي ده كتير، هو حلاوته بالفلفل الاسود يبقى كتير. وهفضل بقى اشوح فيها مع الملح، حطينا الملح في الاول والفلفل الاسود وكمان شويه القرفه، القرفه مش كتير، نفضل كده زي ما احنا. نجيب حله عشان نحط فيها البوكيه جارنيه اهو. الحله بتاعت الحمام، عشان دايما بتقولوا او دايما السؤال ده شائع، الحمام بيفرقع لما بينزل في الميه، ما ينفعش انا احط الحمام في الميه واروح مغطيه الحله كده كده، هيفرقع، هو ده اللي بيخليه يفرقع. لازم ان انا اسيب الغطا كده مرجل او متوارب ايا كان بتقولوها ايه، فلازم ان انا احط الميه والحمام، احط الميه بتغلي وانزل الحمام، وبعد كده لما تبتدي تغلي روح حاطه الغطا متوارب. لو انا رحت قفلته كده زي فكره الممبار، لو تفتكروا في حلقه المباراه قلت لكم ما ينفعش ابدا تغطوا الحله بتاعه السلق، لازم اسيب كده تمام. في كمان حركه بسيطه بعملها هقول لكم عليها واحنا شغالين، بتضمن ان الحمام مش ممكن يفرقع جوه. طبعا ما نكبسوش بالرز لاني بحط رز مستوي بنسبه مثلا 30%، فانا عندي رز يعني محتاج لسه مساحه يفرد فيها. لو انا رحت حطيت كميه رز كتير كبست الحمامه عشان اقول ان هي تبقى مثلا حلوه بعد السوى، لا هتلاقي ان الحمامه فرقعت عشان مفيش مساحه الرز يكبر فيها. طيب بصوا بقى البصل عمل ازاي لونه، شايفين الشكل؟ ما سمعتكيش يا روحي محمد. طيب والبهارات فين البهارات؟ ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا محمد؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ حضرتك يا روحي وانا بحبك قد الدنيا، ومتابع كل وصفاتك يا حبيبي، تسلم عيونك وعمرك، كل سنه وانت طيب. ممكن تقولي لي طريقه البيتزا بالفراخ؟ بيتزا بالفراخ، حاضر عيوني. بتحب الحمام ولا لا؟ قولي. وانت طيب يا حبيبي، عيوني ليك يا محمد، نورتني يا حبيب قلبي. طيب انا كده عندي بشوح القوانص عشان اديها درجه تسويه، ومنزل بالكبد تبقى القوانص بالفعل استوت، لان انا لما بنزل بالكبده ما ينفعش افضل اقلب كده، الكبده بتاعتي هتتهري، كبده الفراخ اصلا ما بتستحملش، فبالتالي لازم اشوح القوانص كويس جدا جدا لحد ما تاخد لون مظبوط. يعني انا بالنسبه لي كده ممكن انزل في المرحله دي. بصوا شايفين البصل اغمقت ازاي. يا نهى ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا توت؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله منوره بنورك يا عمري، الله يكرمك، كل سنه وانت طيبه. وسنه طيبه وعيد سعيد عليك ان شاء الله. يا رب علينا وعليكم اجمعين. قولي لي ما عندكيش اي سؤال؟ لا بس بسلم عليكي. مفيش اي سؤال رايح جاي كده؟ لا منوره يا توت. بنورك يا حبيبه قلبي، نورتيني، وكل سنه يا رب وكل حبايبي بخير وطيبين. طيب بهارات اللحمه، شوفوا اللي بيشكشك ده واقفه هناك ونقطه زيت وصلت لي، ماليش نصيب ابدا، لازم اخرج منقطه بالزيت بسبب التشويش. كلنا كده احنا بقى في البيت بقى بنواخدين بالنا. هنزل بقى بشويه من بهارات اللحمه واروح نازله في المرحله دي بالكبد اهو. بصوا بقى ريحه الخلطه خطيره، يعني انا ممكن اعمل لو مثلا عامله رز بالخلطه هعمل نفس الكلام ده واسوي الحاجه سوا مظبوط، واسيبها بقى تتدلع كده على وش الرز وتبقى حلوه قوي قوي وطعمها مميز. نكمل بقى تشويه. بصوا طالما عندي القوانص شدت حيلها فانا مش محتاجه اقلب كتير. بصوا كده لما الاقي بقى ان خلاص مفيش اي لون رز طالع من الكبده اقدر انزل بقى باقي الرز بتاعي.
في ناس على فكره ما بتسويش الرز اصلا، يعني في ناس لكم برضو في ناس بتحط الرز خلطه تعملها تبره تحطها في بوله تحط عليها رز وتقلب وتحشي الحمام، حلو ما عنديش اعتراض، بس انا بحب ادي رز يا دوبك عارفين لو بق ميه يتشرب واروح سايباه يبرد واحشي بيه الحمام بيطلع زي السكر، فيعني انا بحب بصراحه ادي نسبه تسويه للرز. لو انتم مش حابين خلاص هنعمل نفس الطريقه دي، وبعد كده اسيبها تهدى شويه عشان اقدر احشي احط الرز وخلاص تبقى جاهزه عندي، بس هياخد مده سوى اكتر. يعني في العادي الحمامه مثلا على النار هتاخد لها ايه 30 35 40 دقيقه لو جايبه الحمام كبير، لكن لو انا بقى مسويه نص سوى خلاص ممكن نص ساعه بالظبط وتبقى تمام التمام. طيب مفيش اي لون عندي ظاهر، بنزل بقى في المرحله دي بالرز اهو، رز مصري مغسول ومتصفي ولا منقوع ولا حاجه، يا دوبك بس غسلها تحت الميه كده الجاريه مرتين والميه عندي بتاعته تبقى شفافه وبكمل على طول. طب بصوا بقى لون الرز غمق ازاي، هتشوفوه دلوقتي اما يختلط بباقي المكونات. حلاوه الحمام في الفلفل الاسود الكتير والبصل الكتير، يعني انا كوبايتين الرز دول حاطه بصلايه بيضه كبيره، يعني بصله كانت حلوه كبيره لكوبايتين الرز وشويه كبد وقوانص 100 جرام مثلا و100 جرام مع معلقه السمنه وخلاص على كده كل حاجه جاهزه عندي. بصوا لون الرز بقى اغمق ازاي، شايفين من شويه الفلفل الاسود وشويه توابل والكلام ده. تقلبتين ثلاثه الرزايه عندي تبتدي تلمع واروح حاطه الميه المغليه، هوريكم دلوقتي مقدار الميه قد ايه او معيار الميه قد ايه، نزود بس شوية قرفة بسيطة بس كده، ريحة القرفة مع شوية الكبد والقوانص حكاية. نجيب بقى المية اهي، بصوا بقى قد ايه المية، ركزوا معايا بس كده، شفتوا قد ايه يا دوبك، يعني اللي هي مفيش عندي اصلا شويه ميه طالعه لفوق، انا عندي بس يعني مغطيه مثلا تحت الرز على طول بشويه اهي، وبروح عامله ايه بغطيها وبسيبها عندي مفيش، ما تاخدش بالظبط 5 6 دقايق وبيكون شويه الميه الصغيرين دول اتشربوا والموضوع بقى جاهز. ممكن في المرحله دي بقى ناخد فاصل سريع نرجع ليكم من تاني نكمل بقيه وصفاتنا. انا هعمل ايه، حط الميه عندي تغلي على النار بتاعه هنسلق فيها الحمام، والرز عندي يكون اتشرب شويه المرقه وبس كده، ونقلي بقى الحمام اللي انا بالفعل سلقاه قبل الهوا عشان نشوف شكله والتراك اللي هقول عليها البسيطه عشان تطلع لون الحمام ذهبي زي ما بنشوفه في المحلات بالظبط. ناخد فاصل سريع ونرجع ليكم من تاني، استنوني. رجعت لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم. بصوا انا عملت حاجه واحده بس وانتوا ايه في الفاصل كده على مهلي، الرز اتشرب وطبعا ريحته خطيره، ريحته حلوه قوي، انا بس حطيت نص عشان يلحق يبرد واقدر احشيه، بس بصوا لون الرز عامل ازاي، اتشرب شويه الميه اللي حطيناهم يا دوبك، يعني اهو بصوا غمق ازاي، هو ده بقى اللون المظبوط بتاع رز حشوه الحمام. هتاكلوا شويه حمام يعني بصوا ما دقتوش في حلاوتهم قبل كده. انا طبعا بطلعه يبرد عشان اقدر احشيه، مش هحشيه وهو سخن، مش هتلسوع يعني، وانتوا كمان ما تعملوش كده يعني، حتى لو مزنوقين حطوه كده قدام المروحه بس يتهوى او افردوه عشان تقدروا تحشوا براحتكم. طبعا يعني الشكل بيتكلم اكتر ما انا قاعده اوصف لكم، هسيبه يبرد. طب انا فاض مني بقى شويه من الرز اعمل ايه، اروح مرجعه في نفس الحله ومدياله ميه السوى المظبوطه واروح مسويه بالطريقه العاديه، والله هتتخانقوا عليه من طعمه، طعمه بيبقى روعه اهو، بس كده سيبه بس يهدى على ما ندخل في الوصفه اللي بعدها. تعالوا كده ننقل الحله بس كده زي الفل. هنعمل ايه بقى، هنعمل شويه محشي مشكل، يعني انا النهارده عماله اقول انا ازاي عملت كتبت الحلقه ان انا اعمل محشي، اه والله اه سيبكم هم متضايقين زيي والله مش هيعرفوا يدوقوا ازاي اعمل. الحاج بدر، الحاجه بدر، ازيك يا حاجه؟ انت طيبه وحضرتك بصحه وسلامه وخير، يا رب عليكم خير يا رب، يا رب كل اللي معاكي يا رب احنا وانت اجمعين، تسلمي يسلم عمرك يا رب.
تسلمي. حبيبتي نورتيني، كل سنه وحضرتك طيبه. تسلمي عمرك يا رب. طيب هنعمل ايه؟ نعمل محشي بقى. بصوا انا عماله اقول لهم ازاي انا هنعمل محشي وانا مش هدوق في الفلايه ولا كوسايه كده وهي طالعه سخنه من الحله، بس يلا بالهنا على قلوبهم بقى اللي هياكلوا النهارده. هنعمل محاشي مشكله بطريقه خلطه ني في ني، بس مش هتفرقيه عن المسبك، يعني امشي بنفس الخطوات بنفس المقادير هتاكلي احلى محشي في الدنيا. طيب معايا التنجان ابيض واسود، بحب اعمل ميكس بين الاثنين، لو انتم مش حابين خلاص ممكن تستخدموا نوع بتنجان واحد. معايا كوسه، فلفل متقور طبعا، وطماطم، بحب احط طماطم، لو انتم مش حابين خلاص براحتكم. الخلطه بقى كوبايتين من الرز المصري، معايا شبت وكزبره وبقدونس. في ناس ما بتحبش تحط كميه شبت كتير، ما بتحطش كميه بقدونس، انا بحط نسب متساويه، يعني لو احط نص كوبايه شبت احط نص كوبايه بقدونس نص كوبايه كزبره، وموضوع اختياري برده على حسب انتم حابين ايه. ليا ضاني مبشوره، احنا في العيد وعندنا اكيد ليا، افرم بقى او ابشر شويه ليا كده في قلب الخلطه بتاعه المحشي، ريحته هتجيب لاخر الدنيا. ربع كيلو لحمه معصجه، لحمه مفرومه احنا بنحب نعمله باللحمه، لو انتم مش حابين استغنوا عنها خالص. كوباية عصير طماطم، 3 معالق كبار صلصة، ملح وفلفل، بهارات لحمة، زيت، ومرقة للتسوية. المحشي كده عموما ما بيتحطش عليه أي توابل في الدنيا غير ملح فلفل وبهارات لحمة، ودي مش أساسي، يعني زمان هو كان ملح وفلفل بس، ما حدش بقى يحط كمون، مش يحط كزبرة، طالما الطريقة المصري ملح وفلفل فقط. طيب أنا عندي المية بتاعة سلق الحمام بتغلي، نجيب البوكيه جرنين، شلت البوكيه جرنين. طيب تصدقوا اتشل. طيب هحط ملح وفلفل اهو على ما ايه، لسه كده ما حشيتش الحمام، ممكن احشيها في السيجمنت الجاي لحد ما اجيب البوكيه جرنين. طيب تعالوا بقى نعمل ميكس الحشوه، نعمل الخلطه نعملها ازاي مع بعض. انا ما بسبكش على النار، المحشي الوحيد اللي انا بسبك له طماطم على النار هو محشي كرنب فقط لا غير. ازيك يا سلمى؟ يا سلمى ازيك يا سلمى؟ الو ازيك يا قمر؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ ايه؟ انا بخير والله، طول ما انتوا بخير. كل سنه طيبة. وانتي بالصحه والسلامه. يروح استعدتي العيد ولا لا؟ ايه؟ استعدتي للعيد ولا لسه؟ ايه صليت. كل سنه طيبة. يا حبيبه قلبي وانتي طيبه يا رب وبالصحه والسلامه. كنت عايزه طريقه البراونيز. عيوني يا سلام، عينيا ليك يا سلمى. طيب انا بحط الرز وبحط كل الخضره اللي عندي وشويه اللي هي بقى. بصوا انا من الناس اللي ماليش في الضاني، يعني او ما باكلوش الا نادرا، ماليش فيه قوي، لكن ما ينفعش اعمل محشي مشكل الا ما احط شويه ليا ضاني. بتفرق بتفرق، يعني لو حتى انت ما بتحبيش طعم الليا الضاني هي هنا مش هبان، بس هتديكي شمخه كده وريحه حلوه جدا. فاضل ايه؟ مش كده عشان ما انتهش، شويه لحمه مفرومه مع الصاجه، وده اختياري، يعني نقول مثلا 4 معالق كبار اهو، ببصلايه وملح وفلفل وشويه بهارات لحمه، وادي الصلصه وعصير الطماطم اهو وبهارات اللحمه، واحط الملح والفلفل اهو، مش كتير حتى، نقول مثلا معلقه صغيره على المقدار ده، وادي شويه فلفل اسود كده حلوين وشويه الملح، ممكن تحطي مكعب مرق كمان لو انت حابه، يعني بيدي برده طعم حلو، بس يعني اختياري. ادي الملح لكوبايتين الرز، احط معلقتين مش مليانين قوي من الملح، وزيت بقى اهو، حبه زيت حلوين، لان انا مش مسبكه الخلطه، لو ما حطيتش زيت الخلطه عندي هتبقى ملهاش لون كده ولا روح، فلازم اديها شويه زيت حلوين. بصوا بقى اللون هيحلو ازاي، نقلب كده تقليبه، نشمر بقى اهو. كل ما زودتوا الخضره كل ما اديتك نتيجه حلوه، يعني ما تقولوش مثلا لا ده انا مش عايزه خضره كتير، لا ده هو المحشي حلاوته في خضرته، فيعني زودوا الخضره وتبقى مفرومه بالسكين بسكينه ناعم او في الكبه، بس ما تتكيش عليها قوي، يعني ايه تقلبتين او ضربتين ثلاثه وتبقى جاهزه. بصوا بقى الخلطه عندي محمره ازاي وبتلمع، شويه اللحمه باينه، شويه اللي هي الضاني كده تسيح جوه بقى ساعه التسويه، فهتاخدي نتيجه خطيره. نبتدي نحشي بقى. يا اماني حبيبتي
حبيبتي صباح الفل. صباح الهنا والسعادة. كل سنة وانتي طيبة. يا رب وانتي بالصحة والسلامة. والفريق كله كل سنة وانتوا طيبين يا حبيبتي. يا حبيبة قلبي وانتي بالصحة والسلامة ودايما يا رب كده مع بعض متجمعين في الهنا والسعادة. ميرسي يا حبيبتي. عاملة ايه تمام؟ عاملة محشي والله. وانا عاملة ممبار. انتي عاملة ممبار برضو؟ اه بألف هنا يا رب على قلبي. وانتي طيبة يا حبيبتي. حبيبة قلبي يسلم لي عمرك. يا قلبي كل سنة وطيبة وتسلم ايدك على كل طيبة. حاجة بتعمليها. يا رب يسلم لي عمرك ويا رب دايما كده اسمع صوتكم بكل خير. منبر واحنا عاملين محشي برضو. طيب انا حشيت بتنجانية واحدة وطبعا زي ما احنا عارفين بقى دي معلومة مش جديدة ما بوصلش الرز للآخر عشان ما الاقيش ان بعد التسوية الحلة كلها رز فلازم اسيب كده ايه هنقول مثلا نص عقلة او عقلة الا شوية بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي هنا. اهو. لازم طبعا بنضف كل الكلام ده مش بسيبها برزها كده بس بسيب حته صغيره عقله عشان بس الرز ياخد مساحه فيها. نعمل كوسايه. يا نور ازيك؟ ازيك يا نور؟ الحمد لله. عامله ايه يا جميله؟ كويسه يا رب دايما. قولي بتحبي المحشي ولا لا؟ ايه بتحبي المحشي؟ بتحبيه حلو يعني؟ هو ايه اكتر نوع محشي بتحبيه؟ ورق العنب ولا؟ ورق عنب. ولسه كنت هقول لك اهو صاحبه مزاج بقى. هعمل لك ان شاء الله ورق العنب بعد العيد باذن الله. حبيبتي يا نور. نورتيني يا جميله. ورق العنب من انواع المحشي اللي ما اعتقدش ان ما فيش حد ما بيحبوش. يعني عارفين؟ يعني من انواع المحشي اللي ما حدش يقول عليها لا. طيب الكوسه انا بعمل فيها ايه مختلف؟ انا مش هعمله دلوقتي بس بقول لك يعني المعلومه. لما باجي بحشي كوسه باخد شويه من الخلطه واضيف عليهم نعناع ناشف مش فريش واقلبهم مع بعض كويس وازود شويه زيت زيتون شويه صغننين بيبقى حلو قوي قوي معايا وده طبعا اختياري على حسب انتوا حابين ايه. نعمل بتنجانيه بيضه اهو ونحشيها بالطريقه الحلوه دي. طبعا هقول لكم كمان الميه بتاعت المحشي تسقوها ازاي وتبقى مظبوطه ما الاقيش ان الميه كتير عجن الميه قليله ما استواش لا ليه كده مقدار ميه هنقوله مع بعض ان شاء الله واحنا شغالين. لسه كمان هحشي كام فلفلايه وطماطمايه. طبعا اكيد اكيد انتوا زي اكتر حاجه بتحبوا تحشوها هي الفلفل والطماطم ما بتاخدش وقت وبتاخد كميه حشو كتير. يعني حتى لو انا في البيت عامله محشي وفضل عندي شويه خلطه اطلع فلفلتين ثلاثه من باب من درج الخضار وياخدوا لي الحبه اللي هم موجودين بالفعل. نعمل كده واحده كمان ونعمل بعد كده الطماطم. في ناس بتجيب الغطا بتاع الطماطم اللي هو مكان العنقود وتغطي بيه الطماطميه. انا ما بغطيهاش بصراحه بس انتوا عايزين تغطوها غطوها مفيش مشكله اهو كده ونحط الكام طماطمايه بس بشيل القلب بتاعها. ممكن بقى لو انتوا حابين القلب بتاعها ده اضربه مع شويه ميه مع الطماطم الفريش واسقي بيها الخلطه احط الخلطه هنا او تحطيها مع المرقه. يعني القلب بتاع الطماطم ده ممكن اضربه في الخلاط مع شويه ميه واضيفه على المرقه اللي هسوي بيها. ادي الطماطم كمان. نعمل واحده قبل ما ناخد الفاصل. شايفين؟ اهي برده ما نوصلش للاخر. ناخد حته ليه كده نطلعها هنا اهي. ننضف كل الكلام ده. اهي شايفين شكلها منوره واروح حطها عندي هنا. نضغطها كده. بس فاضل كده نحشي الحمام ان شاء الله يكون الرز برد بس هناخد فاصل الاول سريع ونرجع ليكم من تاني. استنوني كمل حشو الحمام وسلق ولسه معايا كمان وصفه ثالثه فاصل ونرجع ليكم على طول. رجعت لكم بعد الفاصل ما غبتش عليكم انجازا بقى كده تعالوا نشوف هنعمل ايه عشان الوقت ما ايه ما يجريش مننا. ادي الميه بتاعت الحمام سلق الحمام حطيت ملح وفلفل واحط البقجه الصغنونه دي فيها ايه حبهان ورق لورا وفلفل اسود حصى بسهل ده شاشه زي اللي بنساوي فيها كسكسي كده بس انا حطيت فيها الحاجات دي عشان يبقى سهل رفعهم في الاخر. بحطها هنا جزر وكرفس وبصلايه. عايزه تقسيم بصلايه اتنين ماشي مش عايزه براحتك بس انا هزود شويه الميه يعني هي محتاجه ميه تاني واسيبها تغلي غلوه على ما نحشي الحمامه. اهو نغطيها ونسيبها بقى ايه تعيش مع نفسها. طيب المحشي تعالوا نسقي المحشي الاول. المرقه عندي مغليه عايزين تحطوا في المرقه شويه صلصه طماطم ماشي مش عايزين براحتكم على حسب. يعني انا طالما حاطه طماطم هنا او تسبيكه في الخلطه بتاعت المحشي بسقي بمرقه بقى عشان الموضوع ما يقلبش معايا طبيخ ما احسش ان باكل حاجه حمراء قوي. ادي المرقه بتوصل لفين بقى بصوا كده
بس. واصله فاضل تلت اهو، فاضل مثلا دي عايز تنزل كده، فاضل تلت من ال انتوا جيتوا لي من هنا ماشي، فاضل تلت من الصباع مش واصل له مرقه. ليه؟ انا عندي كميه خضار، فالخضار لسه هينزل ميه، فبقاش انا زودت الميه لحد الوش هنا، واجي اثناء التسويه الاقي ميه كتير، فاجي في الاخر الاقي المحشي عجن، الاقي فيه ميه زياده، مضطره ان انا اصفيها قبل ما اقدم، فالموضوع مش بيبقى حلو. فدايما توصل لات يفضل عندي تلت مش واصل له المرقه، وتبقى عندي كده جاهزه وزي الفل. بغطيه طبعا المرقه مغليه، واروح مطلعه على النار اسيبه يغلي 10 دقائق، وبعد كده ببتدي ان انا اهدي النار يعني نص ساعه كمان ويبقى مستوي معايا وزي الفل. هنسيبه يغلي بقى ويعيش مع نفسه. تعالوا نحشي الحمام. يا ام شريف كشيف ما شاء الله عليكم، ازيك حبيبتي؟ يا رب وانتي بالصحه والسلامه ومصر كلها طيبه يا رب. يا رب اجمعين، وانتوا كده معانا مش ناقص منكم اي حد. الله يخليك. انت النهارده جيتي في ملعبها خدينا يعني جنبك بقى يا مصري. الحمام والمحشي، انا بعمل المحشي على البخار ما بحطلهوش ميه. الله. بس بعمل الطماطم في الخلاط احطها على النار تجمد واشتغل بيها. طب لا قولي لي، بتسويها على البخار يعني في مصفى وتحتيه ميه؟ لا مش في مصفى، انا بسوي في الاطباق الفويل او في اي صينيه عاديه. عشان انا يعني ببيعه يعني ما شاء الله. ربنا يا رب يحسن سوق كل حاجتك يا رب. والحمام برضه انا دكتور حمام في اسكندريه. ده احنا ناخد منك الطريقه كلها تعرف الحمام بتاع المشرف. طب انا ما دقتش، انا كده سمعت بس. عشان يا رب في اي وقت اسكندريه يا رب عليا، بس قولي لي اعملي لي جوزين حمام، انا عندي خلاص. حمام خلاص. لا ده خدوا لنا رقم ام شريف بقى. حبيبه قلبي يا رب دايما عندك الخير. انا عارفه ان اهل اسكندريه اهل كرم، يعني انا من الناس اللي بحب اسكندريه جدا، وعارفه ان احنا لينا قاعده جماهيريه في اسكندريه كبيره الحمد لله بفضل الله. فلا انا لازم ادوق حمام ام شريف بقى. طيب تعالوا نشوف عملنا ايه. انا جبت الرز زي ما انتم شايفين، طبعا الرز برد. بصوا بقى نقطه، انا دلوقتي مثلا عارفه ان الرز ده كتير، فمش عايزه ايدي اللي ماسكه الحمام توصل للرز التاني، يعني هعمل ايه؟ هقسم كده يا دوبك دول كتير كمان على الحمامتين، هقسم دول كده شايفين؟ ده مش هاجي جنبه خالص، هاخد بس من ده عشان ايدي اللي فيها الحمام الني او اللحوم النية ما تجيش عندها. ازيك يا امنية؟ يا امنية؟ الو. ايوه يا امنية. طيبة. ازيك يا متأخرة يا امنية؟ عايز تعيد عليك. كنت بروق بقى. بتروقي؟ انا لسه ما ركبتش الستاير برضه. انت ركبتي الستاير وفرشتي السجاد ولا لسه؟ بفرش والله. يلا ربنا يعينك يا رب. شايفاكي ولا ايه؟ شايفاك. انا عارفه كل ست مصريه اصيله دلوقتي، بصي رابطه دماغها كده وايه، وقاعده بتحاول بقى تفك تركب الستاير ولسه الاكل هيتعمل. والطبخ ايه النهارده قولي لي؟ هعمل رقاق باللحمه المفرومه بصرة. وملوخيه. وانا كمان انا عامله النهارده برضو رقاق باللحمه المفرومه، وعامله فته معرفش ليه، انا قلت لهم الفته المفروض بكره، بس هما طلبت معاهم فكه بقول لكم فكه فته النهارده. طيب بصوا بقى، انا حشيت الحمامه، بص الرز عندي واصل لفين؟ جلكوا كده ولا اهي؟ انا عايزاكم تشوفوا الحمامه اهي. بصوا شايفين الرز واصل لحد فين؟ اهي. ما اكبسهاش انا بقى لهنا ليه؟ لازم اسيب مساحه تفتح، لازم اسيب مساحه الرز يكبر فيها، وبروح واخده رجل الحمامه كده ومدخله الرجل الثانيه من تحتها اهي. تمام؟ لو حسيتي مثلا لا ده انا محتاج كمان خله كده صغننه اللي هي بتاعت الاسنان دي اقفل بيها ماشي، لو اصل الرجل دي عندي فيها واحده مكسوره، يعني الحمامه كانت رجلها مكسوره، فايه لازم اعمل بخله عشان اضمن ان مفيش اي حاجه هتتفتح اثناء التسويه. اهو شايفين بقفل بس بيها كده، خلاص يبقى انا ضمنت ان مفيش حاجه مفتوحه. ممكن بقى تحشو من الناحيه الثانيه اهو، انا ما بحشيش من هنا، يعني الحته دي ما بحشاش منها، بحشيها من هنا من الزور من فوق، باخد شويه من الرز بعمل كده اهو وادخله لجوه، مش كتير برده عشان ما تفرقعش مني، يعني خدوا بالك. طبعا انتوا عارفين الجوانتي بيبقى متعب قوي في الحاجات دي، غير لما بنشتغل في البيت، فانتوا في البيت مش تبقوا لابسين جوانتي، مش حد بيلبس في البيت جوانتي، فتلاقوا ان الموضوع اسهل واسرع بكتير جدا. شويه الرز ده بروح مدخلاه كده لجوه، بصوا عشان يملالي الرز هنا، يعني باخد الرز من هنا من عند الزور واسحبه لورا، كل الرز اللي عندي هنا بكمل حشوه بيه تاني اهو. نفتح كده اهو واكمل باقي الحشو لحد ما تتملي معايا، مش تتنفخ، يعني ما احسش ان هي خلاص مفيش مساحه، لا الرز بتاعي مش مستوي سوى كامل، فلازم اطمن انه هينفش جوه في مساحه يفرد فيها، مش هلاقي ان ايه الدنيا جوه مزنوقه وفي الحاله دي هيفرقع، فمش عايزين يفرقع. باخد اهو بصوا شايفين قد ايه، مش اكتر من كده اهي،
شايفين؟ اهي خلاص الرز عندي هنا والرز عندي هنا. نملى بقى الحته دي كلها عشان وقت استوى الاقيها مقلبزه كده وشكلها حلو. باخد الرز، الرز التاني ده انا هسويه بقى شويه مرقه او ميه ويتاكل كده جنب الحمام. بيبقى الرز بتاع الحشو ده زي كده ما كان بيفضل مننا زمان شويه خلطه بتاعت المحشي، عارفين زمان كانوا بيسووها، كانوا بيسووها في ورق جرايد، ودي كانت كارثه على فكره يعني، دي مش كانتش حاجه حلوه. دلوقتي احنا حتى لو عايزين نعمل كده ممكن ورق زبده افضل يعني، احسن من موضوع ورق الجرايد، بس زمان ما كانش في ورق زبده فكانوا مضطرين اهالينا انهم يعملوا ده. طيب بصوا اهي شايفين عندي، يبقى الزور بتاعها اتملى هنا، في رز بالمعقول مش كتير عشان ما تفرقعش معايا. بروح واخداها كده زي ما هي، اشيل بس كل الرز الزياده وقلبين الجناح لورا، يعني بصوا الجناح ده اهو في العادي بنقلبه كده لورا، شفتوها؟ عشان تبقى ملمومه كده ما تبقاش جناحاتها طايره. نشيل الرز الزياده، استنى كده نشيل الجوانتي عشان نعرف نفتح الحل. اهو ميه عندي بتغلي، نروح نازلين على طول بالحمامه. اهو بصوا كده شوفوا لي اللقطه دي. ازيك يا اروى؟ الحمد لله. عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله. يا رب دايما. امريني. نعم. امريني يا قمر، عندك اي سؤال؟ كنت عايزه الدوناتس. عايزه الدوناتس؟ طب احنا كان عندنا دوناتس وبراوني، عيوني ليكي يا جميله. تنسوكوا افكوا على الحلويات ولا ايه؟ صح؟ في براوني و... هنعمله الاسبوع الجاي ان شاء الله بعد اجازه العيد بقى. هنعمله، مش هنروح منكم في حته. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد فاصل. طيب انا هكمل حشو الحمامه دي في الفاصل ان شاء الله، ونرجع مع بعض نعمل اخر وصفه، حمر الحمام ونعمل الملوخيه ان شاء الله، نلحق كده باذن الله، هنحاول نعملها في الانجاز، ونرجع لكم على طول فاصل ونرجع. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم، بدور بس على فرشه، لقيتها ما لقيتهاش خلاص هنتعامل. طيب بصوا بقى هنعمل ايه دلوقتي، نبص على الحمام، تعالوا ناخد نظره كده سريعه. بصوا بقى ناخد كده دي، طلع بدي، لا خليني اطلع بحاجه ثانيه عشان تقدروا تشوفوها، ودخلوا لي فرشه ممكن. بصوا بقى نفخت ازاي، بصوا بقت مقلبضه ازاي اهي، اللي بقى نبقى لكم على الناحيه الثانيه، خليكي لطيفه بقى اهي. بصوا ازاي الرز نفخ جوه وبقت تمام التمام. لو انتوا بقى كبستوها قوي والزور اتملى اهو، مكان ما حشينا بقى مقفول وزي الفل. لو انت حشيتيها جامد هتفرقع منك على طول. المرقه عندي صافيه مفيش ولا نقطه رز خرجت، بغطي كده مش غطا كامل، متوارب، وابتدي بعد كده ان انا اسيبها 30 دقيقه 35 دقيقه، يبقى الرز استوى واللحمه استوت بتاعتها وخدت لون وزي الفل. طيب هنعمل ايه في المرحله دي؟ هنعمل ايه؟ هنحمر حمام. تعالوا نحمر الحمام عشان لسه عندي ملوخيه ويا رب الحق اعملها، يعني عارفين اللي هو ايه، ان شاء الله هعملها. ناخد فرش، ازاي ادي للحمام لون مظبوط زي بتاع بره؟ اولا ما بيتشوحش في كميه زيت قليله، بيتعمل في بيتقلي في زيت كاني بقلي بطاطس، بس قبل ما بنزله في الزيت بروح واخده ادي الحمامه بعد ما اتسلقت اهي وبردت تماما، بروح جايبه حليب وما تستغربوش، وادهن الحمامه بشويه من الحليب، هو ده السر بتاع المحلات اللي هيديني اللون الذهبي اللي هتشوفوه هناك واحنا بنختم، وان شاء الله نلحق نطلع دي كمان. واعمل كده الناحيه التانيه برضو، حليب بقى بلدي شركات مش هتفرق بالنسبه لي اهو، بس الحمامه تبقى بارده ما دهنش الحليب وهي سخنه. واروح واخده حمامه كده هيلا بينا عندي في الزيت اللي هنا، عايزه اقول لكم الزيت ده شغال من اول حلقه اهو، نعلي بقى على النار، انزلها كده لحد ما تتحمر تحمير كامل كاني بالظبط بقلي بطاطس. شايفين كميه الزيت قد ايه اهي، واروح واخده الحمامه الثانيه منزلاها هنا، نقفل بقى دي اهو اهي بتغلي، نقفل بس دي عشان النار تلحق تشتغل على طول اهي. تعالى ننقل الحمام هنا، هنعمل ملوخيه، والله لحقنا نخلصها بالطشه تمام، ما لحقناش يبقى نعملها لكم ان شاء الله مره جايه. ادي عندي المرقه، تعالى نقول مقادير الملوخيه سريعا، ملوخيه بالطشه كده سريعه مصريه اصيله بتاعتنا. معايا 2 كيس ملوخيه،
عايزه ملوخيه خضراء وانت تقرطفيها بقى وتخرطيها تبقى احلى، بس انا بصراحه في الانجاز لتر من المرقه، يعني كيسين الملوخيه بياخدوا حوالي من 4 لـ5 كوبايات من المرقه. معلقه كبيره ثوم، كزبره ناشفه، سمنه وزيت. طيب المرقه عندي بتغلي على النار، بعمل ايه والمرقه على النار؟ باخد شويه من الثوم بنزل بيهم وشويه من الكزبره، وطالما عندي مرقه يبقى بالفعل هي متبهره، مش هتبل اي بهارات ثانيه اهي. يبقى حطيت في المرقه بتاعت الملوخيه ايه؟ يا مدام يسر يا حبيبتي، ازيك يا روحي؟ كل سنه وانت طيبه يا رب، وحضرتك بالصحه والسلامه والهنا. السنه الجايه كده تبقي على عرفات يا رب. اجمعين يا رب احنا سوا يا رب. اللهم يا رب اللهم امين. تسلم ايديك يا حبيبتي، يسلم عمرك. انا حاسه انك ست بيت حريفه يا رب يخليك. مش اي حاجه والله، انتوا الاصل بنتعلم منكم، انتوا الخير والبركه. لا والتريكات بتاعتك خطيره عجبتني. يا رب يكرم. شويه اللبن بقى اللي هم بيتجهني بيهم الحمام دول، انا بحطهم جوه مع الرز. الله، جوه الرز ذات نفسه بتاع الحمام بدل الميه، يعني ناخد الغلوتين بدل الميه بشويه اللبن. طيب انا هعمل حمام تاني يوم العيد، هجربها وهدعي لك من قبل ما ادوق. يا حبيبتي تسلم ايديكي. اه والله انت الاساس. انت لا يا حبيبتي احنا بنتعلم منكم والله، الله يكرمك. ربنا يخليكي، تسلم ايديكي، وحلقه جميله جدا. يسلم عمرك. هي كل حلقات العيد بتاعتك مبهره يا رب يكرمك والله، ده عيونكم انتوا الحلوه، نورتيني ويعني والله فرحتيني قوي بمكالمتك. طيب بصوا بقى، تقولوش اختمي دلوقتي، استنوني اعمل الطشه. حطيت المرقه، بصوا الخضار بتاع الملوخيه، عشان دايما بتقولوا ان الملوخيه المجمده ما بتبقاش مخضره وحلوه. المرقه عندي سخنه مش بتغلي، يعني انا جبت مثلا لتر من الشوربه وسخنتهم او غليوا وقفلت سبتها تهدى شويه، بعد كده بشغل عليها النار تسخن يا دوبك مش بتغلي، بروح حاطه شويه ثوم مفروم، شويه كزبره ناشفه، ويا دوبك دقيقتين ثلاثه الميه تبتدي تسخن تاني، واروح حاطه الملوخيه واقلب كويس جدا. لازم بقى اشيل الريم اللي طالع ده، شايفين ده؟ انا مش عايزه ده، كل الريم الابيض ده انا مش عايزاه اهو، بس هي لسه ما غليتش. يا ربي تصدروا البوتاجاز فصل؟ لا انا مش وقتك خالص اهو. تعالوا طب نرفع دي اهي، هو اتصدم من كميه الحلل اللي عليه اهو. نعمل كده بس كده، ان شاء الله يشتغل على طول بس كده اهو. لا خليك حلو بقى. طيب عندي اهو زي ما انتم شايفين، شلت الريم، هاخد بقى الطاسه اعمل فيها الطشه. انا الملوخيه عندي يا دوبك تقلب قلبه واحده، مش عايزاها تغلي ولا تتغطى عشان ما تسودش معايا. وادي الطشه نعملها هنا بس كده، ما انت شغاله هو ابن حليب. سمنه اهي، عندي كيسين ملوخيه فهتاخد حبه سمنه حلوين. وادي الثوم اهو، سيبهم كده يسيحوا على طول، ما بحطش الكزبره دلوقتي عشان الكزبره بالفعل بتبقى متحمصه، فما اجيش انا احمصها تاني تبقى مش حلوه معايا. والملوخيه دوبك اهي هتغلي غلو، بصوا بقت رايقه ازاي لما شلنا الريم من عليها اهو، هوريكم العرق بقى بتاعها. فين الكبشه اهي؟ بصوا بصوا الجمال اهي زي الفل. اول ما تغلي هقفل عليها على طول، تكون الطشه اتعملت اهي. والحمام عندي شغاله بس هي النار هديت، يعني انت كنت عايزه النار تبقى يعني حاميه اكتر من كده. تعالوا نبص بصه هناك على ما الحاجه دي تتحمر وتبقى جاهزه معايا اهو. نشيل كده حاجتنا، عايزه اقطع لكم حماميه من اللي هناك. نشيل كمان ده، وهجرب طبعا تكت مدام يسر حوار الحليب ده، لان اتوقع انها تبقى حلوه. الملوخيه عندي كمان غليت اهي، خدت غلوه، يبقى مش فاضل غير الطشه اهي. تعالوا ننقل الملوخيه هنا في الطاجن. انتوا بتشوفوا الحمام اه، بصوا بصوا بصوا، انا هروح اقطع معاكم واحده اهي. نقطع انهي واحده؟ تعالوا نقطع دي اهي، بصوا التحمير بتاعها اهو. ده التحمير من ايه؟ من شويه الحليب اللي احنا حطيناهم، وتتقلي في زيت سخن وغزير. طب بصوا بقى الجمال من جوه اهو، شايفين الجمال؟
مستويه ودايبه دوب يعني مش مستحمله. نسيبها كده بقى ايه ولا كاننا عملنا حاجه. وادي الطشه خلاص دقيقه وتبقى جاهزه. تعالوا ننزل بالملوخيه في الطاجن اهي بس كده. بسم الله. بصوا بقى العرق واللون. اهي خضرها كاني بالظبط جايبه ملوخيه انا زرعاها مش ملوخيه من الراجل، يعني لونها بقوامها هايل. ناخدها كده هناك اهي، والطش عندي التوم يتحمر بس واروح نازله بالكزبره على طول اهي. ولسه طبعا الحمام بيتحمر يعني واخد وقت للاسف عشان كمان كميه الزيت كتير كانت سخنت وانا هديتها. هنحط رشه ملح نساعد ان التوم ينجز على طول. شفتوا المحشي ولا ما شفتوهوش؟ قولوا لي اهو. ماشي مش هحط بقى اهو. بصوا بقى الجمال، شايفين الرز مفلفل ازاي ومش خارج بره، يعني عندي المحشي مش متبهدل من الرز لان انا مش حاشيه الاخر الخضار بتاعي، مديه مساحه ان الرز ينفش ويبقى تمام التمام. نحط الكزبره ونروح نطش هناك بقى اهو. بصوا لون، بصوا جمال الطش عامل ازاي. بس كده تقليبه ونروح هناك على طول. يلا بينا بسم الله. بصوا الجمال اهي. حلقه تحسوا ان هي ايه، وصفات كتير بس يعني الحمد لله انجزنا برضو. كان نفسي طبعا طلع الحمام ده معاكم عشان تشوفوا لونه بيبقى عامل ازاي من التحمير، لكن الوقت يعني ايه ضيق انتوا عارفين. فالحمام عندي بقليه بنفس الطريقه، هيطلع معاكي نفس الحمام اللي هناك وشويه شوربه سلطه بلدي وبتنجان مخلل وبس كده، ما عنديش اي حاجه تانية. وصفات سهله قوي النهارده وتجوع. ان شاء الله يا رب يتقبل صيامنا كده ويجعل ايامكم ايامنا كلها عيد وهنا وسعاده. مش سايبينكم في العيد، لسه مكملين معاكم طول الاسبوع بحلقات حلوه جدا جديده وخفيفه ان شاء الله تعجبكم. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده بكره على خير. باي باي.